بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وإن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام، تقبل ذلك منا يا رب العالمين، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأصلح لنا شأننا كله وسائر المسلمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. أما بعد، نكمل قراءة شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين. في فقه السادة الشافعية، كتاب الصلاة، كتاب أحكام الصلاة، وهي لغة، يعني الصلاة لها معنى لغوي لأنها كانت مستعملة قبل نزول الشرع الشريع، لغة الدعاء، وشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. يبقى الإمام الرافعي عرف الصلاة تعريف شرعي، وقال هي أقوال وأفعال. الأقوال اللي في الصلاة خمسة معروفة، الأقوال اللي في الصلاة خمسة، اللي هي تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي، والتسليم. هذه الأقوال اللي في الصلاة، يعني دي لازم تقولهم في الصلاة. الحاجات دي، الحاجات التانية سنة، لكن الأقوال المفروضة في الصلاة خمسة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم. أدي خمس، أدي الأقوال. والتسليم يعني التسليمة الأولى، لأن التسليمة الثانية سنة. احنا بنتكلم الأقوال اللي هي الأركان يعني. وأفعال، الأفعال ثمانية، يبقى عندنا أقوال خمسة وأفعال ثمانية تطلع 13. هي دي الحاجات الضرورية تعرفها في الصلاة، اللي هي لو نقصت بطلت الصلاة. الأفعال الثمانية تبدأ بالنية، لأن تكبيرة الإحرام لازم يبقى معاها نية، يبقى تبدأ بالنية، لأن النية عمل قلبي، فهي فعل لأنه عمل قلبي. والقيام حال قراءة الفتح، ده القيام، وبعدين الركوع، وبعد الركوع الاعتدال من الركوع، وبعدين السجود مرتين يبقى ست، وبعدين الجلوس بين السجدتين، وبعدين الجلوس الذي يعقبه التسليم، والترتيب. هذه تسعة سهلين. يبقى الصلاة هي عبارة عن أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عرفت إيه الأقوال وعرفت إيه الأفعال. الأقوال خمسة والأفعال ثمانية، نقولهم تاني سهلين ولا نقولهم تاني؟ الأقوال الخمسة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، تاني حاجة، وبعدين التشهد الأخير. ما قلناش التشهد الأوسط لأننا يعني بنتكلم في الأركان. التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الأولى. هذه خمس الأقوال. والأفعال ثمانية: النية، والقيام حال قراءة الفاتحة، لازم تبقى من قيام، لأن من رؤى أركان الصلاة هنيجي نقول القيام مع القدرة،
كويس. يبقى القيام تاني حاجة بعد النية، القيام في الأفعال، وبعدين الركوع والاعتدال من الركوع والسجدتين والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير اللي هو قبل التسليم، والترتيب على ما ذكرنا. يعني ما ينفعش يسجد قبل ما يركع، لازم يرتب كده، ما ينفعش يقرأ الفاتحة قبل ما ينوي، لازم، ما ينفعش يقرأ الفاتحة وهو راكع، لازم من قيام وهكذا. عشان كده الترتيب على ما ذكرنا. ما هو الاعتدال فيه مذكورة بقى، ملحقة فيه، ملحقة فيه. هتيجي بقى في الأركان هنذكر بقى التفصيل، لكن احنا بنتكلم على سبيل الإجمال يعني. أيوه. التشهد بيخلص بالشهادتين، اسمه التشهد، وبعد الشهادتين بعد كده الصلاة على النبي والآل. الصلاة على النبي ركن في التشهد الأخير وسنة في التشهد الأول، دون الصلاة على الآل في التشهد الأول. يعني التشهد الأول والأوسط ينتهي اللهم صل على سيدنا محمد وتقوم نوال تجيب الركعة التالتة. لو ما قلتش اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد الأوسط عليك سجود سهو، واضح؟ لكن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن، لو ما صليتش على النبي بطلت الصلاة. في مذهبنا الشافعي الأحناف والملكية ما تبطلش الصلاة لكن يسجد للسهو، لكن عندنا في مذهبنا الشافعي الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن، يبطل الصلاة بتركها. أما الصلاة على الآل فسنة، واضح؟ يسجد لها للسهو لو تركها في التشهد الأخير، يسجد لها للسهو. هتيجي التفاصيل دي بعد، لكن أنا بكلمك لما الإمام الرافعي قال لك هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، عشان في شروط صحة الصلاة قبل الصلاة، وفي شروط صحة الصلاة في الصلاة، وبعد كده في أركان الصلاة، عشان كده قالك بشرائط مخصوصة، واخد بالك؟ وفصلنا ايه هي الأقوال وايه هي الأفعال. والصلاة المفروضة، وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات. أما يقول الصلاة المفروضة فالإضافة تعم، يبقى تعم كل صلاة مفروضة كده، مفرد مضاف يعم. وفي نسخة الصلوات مريحك يعني قايلها جماعة وخلاص، واضح؟ يعني ما يقول الصلاة المفروضة لأنها مفرد مضاف فتعم، تعم كل الصلوات المفروضة بقى. مثلا تفتكر إن الصلاة المفروضة يعني واحدة؟ لا، خمس. الصلاة المفروضة خمس، يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا. عند دخول الوقت وجب أداء الصلاة، وجب على الفور ولا وجب على التراخي؟ وجب على التراخي، بحيث أنك لك أن تؤخرها إلى وقت يسعها قبل دخول الوقت التي تليه، يسموه الواجب الموسع. لأن احنا عندنا في الواجب المضيق والواجب الموسع والواجب المخير، ثلاث واجبات في الشرع الشريف، ده في الأصول كده. الواجب الموسع هو الواجب الذي يشغل جزء من وقته، كويس؟ الصلاة من الظهر للعصر عندنا ساعتين، أربع ركعات بتاخد عشر دقايق مثلا، يعني تاخد عشر دقايق من الساعتين، يبقى ليس مو واجب موسع، لأن العبادة تستغرق جزء من الوقت وليس كل الوقت، ويبقى موسع. عشان كده ممكن أنا أوقع الصلاة في أول وقتها، بعد أول وقتها بلحظات، بنصف ساعة، بساعة، لحد ما يبقى فاضل على العصر عشر دقائق، بقى واجب مضيق، واجب أقوم بقى، واضح؟ بحيث لا يبقى من الوقت إلا بقدر ما يسعه. الإمام النووي رأيه أنك أنت يجب العزم إن لم تؤديها في أول الوقت،
على أن تؤديها، عشان لو أخذتك المنية قبل أدائها تبقى بريء الذمة. ده رأي الإمام النووي. علماء الأصول ما وافقوش الإمام النووي قوي، وقالوا لأن العزم لا يكون بدل، وطالما لا يكون بدل يبقى بدلا عن الأداء يعني، وطالما لا يكون بدل عن الأداء يبقى ليس مطلوبا على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب. إنما الإمام النووي يقول لك يجب العزم، فالخلاف في وجوب العزم وليس في استحباب العزم. فالكل يقول لك يستحب العزم، لكن الإمام النووي قال يجب العزم، ومن وافقه من بعض علماء الفقهاء. يبقى مثال الواجب الموسع هي الصلوات الخمس، مثال الواجب المخير كفارة اليمين. وبعض أنواع الدماء في الحج اللي هي الدماء اللي بتبقى على الترتيب يسموها واجب مخير. يعني في الشرع يقول لك ايه، على اللي يحلق رأسه بسبب مرض أثناء الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شوف، أو تخيير، ده اسمه واجب مخير، أنت تختار اللي يعجبك. واضح؟ زي برضو فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. شوف الأوأوة دي معناها التخيير، يبقى ليس واجب مخير في كفارة اليمين وفي فعل محظور من محظورات الإحرام، نموذج للواجب المخير. عندنا بعد كده الواجب المضيق اللي هو لما يبقى وقت العبادة يستغرقها كلها، يبقى اسمه واجب مضيق، لازم أعمله من أوله. مثالها الصيام، الصيام يبدأ من الفجر لغروب الشمس، يبقى واجب أن أنا أكون صائم طول الوقت ده، لأن ده واجب مضيق. ما ينفعش أبتدي الصيام من بعد الفجر بساعة وبعدين أقول حفطر بعد كده على المغرب، ما ينفعش، ده لازم أستغرق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيبقى العبادة قدرها قدر وقتها، يبقى يسموه واجب مضيق. زي الحج، واجب مضيق، الحج عرفة، فاتت عرفة فات الحج، واجب مضيق، واخد بالك؟ يبقى عندنا واجب مضيق اللي هو وقته بقدر فعله، والواجب المخير اللي هو يكون على التخيير، والواجب الموسع اللي يكون وقته أقل، وقته أوسع من فعله، زي الصلاة. عشان كده بيقول لك ايه، خد بالك من كلام الشيخ، الصلاة المفروضة خمس يجب كل منها بأول الوقت وجوبا ايه، ما قالش بقى مرتبا ولا مضيقا، واضح، وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ. لما يبقى باقي من الوقت بقدر 4 ركعات في الظهر ويدن العصر، يبقى دي بقت واجب مضيق، واجب مضيق في الوقت ده، لكن قبل ذلك اسمها واجب موسع. واضح؟ فيضيق حينئذ. يبتدي بأول حاجة الظهر، الظهر أي صلاته. قال النووي يعني الظهر هنا المقصود مش الوقت، صلاة الظهر أي صلاة تكون وقت الظهر، فأطلق الزمن ويراد به الصلاة. قال النووي سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار، وأول وقتها زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء، لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا. في حاجة اسمها نفس الأمر وفي حاجة اسمها واقع. نفس الأمر اللي هي في الحقيقة، والواقع اللي هو على قدر نظري، واخد بالك؟ يبقى لا من نظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا. أول وقتها زوال الشمس عن كبد السماء، يعني احنا لو تصورنا، انت عارف المنقلة بتاعت الايه الهندسة دي عبارة عن 180 درجة، عاملة كده 180 درجة مقوسة
مع خط مستقيم مش كده برضو؟ اعتبر ان السماء كده مقوسة مع الخط المستقيم اللي هي الارض، ويبقى عندي الناحية دي الافق والناحية الثانية الافق، كويس؟ تيجي الشمس تطلع من المشرق، تبتدي تطلع، ولو حاطت انا عصاية ركزها في الارض، تقوم الشمس لما تطلع تقوم ايه تعمل ظل للعصا جهة ايه؟ جهة الغرب. طول ما هي مشرقة جهة الشرق يبقى الظل جهة الغرب، وهي لسه قرب الافق يعني مع الشروق تلاقي الظل جهة الغرب وطويل قوي. كل ما ترتفع كل ما الظل يقصر، وكل ايه ما الشمس ترتفع والظل يقصر وترتفع لحد ما توصل 90 درجة 90 اللي هي في كبد السماء، زال هنا ايه زال الظل. لما تبقى في رأس يسموه في الحالة دي ظل الزوال، او يبقى تحت الشيء لو انت كنت في ام القرى في مكة لان هي سرة الارض، لكن في غير ام القرى بتلاقي عندك الظل يبقى اقصر ما يكون، يفضل يقصر 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 لحد بعد كده ما يقصرش عن كده، فيسموه الظل اللي هو اقصر ما يكون ده ظل الزوال. كل مدى ما الشمس قاعدة بتطلع الظل بيبقى جهة الغرب ويحاول يجي 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 لحد ما يبقى تحت الحاجة، واخد بالك، ويثبت. اول ما الشمس تزول عن الزاوية 90 يجي الظل، لا يجي جهة الشرق. اول ما ظل الزوال اللي هو ادنى ظل يجي جهة الغرب ادن للظهر، ده وقت الظهر اول الوقت، كويس؟ لا جهة الشرق، اول ما يجي جهة الشرق يبقى الشمس هتيجي زاوية 90 كده تروح ميلة لحظة يروح ظل الزوال يجي جهة الغرب، اول ما يجي جهة الغرب ولو همسة تأذن لصلاة الظهر. جهة الشرق قصدي، لانه جاي من الغرب، جاي من الغرب يجي جهة الشرق، واخد بالك، يبقى ايه أذن للظهر. يبقى لو حطيت العصاية دي طولها متر يبقى لو لقينا ادنى ظل لها 30 سنتي يبقى اسمه ده ظل الزوال، ظلت تقصر 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 لحد ما بقت 30 سنتي، هي طولها متر مش عايزة تقصر عن 30، ابتدى الظل 30 ده يلتف يجي جهة الغرب، واخد جهة الشرق بقى علشان الشمس هتنزل في الغرب فيروح لافف جهة الشرق، يبقى ده وقت صلاة الظهر. عشان كده نقرأ تاني بيقول وأول وقتها زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء، لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا، واخد بالك، مالكش انت دعوة بنفس الأمر، هتخرج عن نطاق الجاذبية الأرضية وتطلع يمكن تلاقي الشمس مش هتبقى في كبد السماء ولا حاجة، واخد بالك ازاي؟ يبقى بالنظر لينا احنا واحنا على كوكب الأرض قاعدين تحت، لا بنفس الأمر، واضح؟ ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق. فهمت كلام الشيخ بقى؟ ويعرف الميل ده بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصر، بعد تناهي قصر بحيث ما يقصرش أكتر من كده، يعني ثابت بقى يسموه ظل الزوال، واضح؟ الذي هو غاية ارتفاع الشمس. طب آخر وقت الظهر تبتدي الشمس بقى مالت ايه تمشي بجهة الغرب، يبتدي ظل الزوال يطول جهة الشرق، كل شوية يطول، كل ما تقع كل ما بيطول لحد ما يبقى ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، يبقى كده نهاية وقت الظهر وأذن للعصر. يبقى لو قلنا احنا ظل الزوال في العصاية المتر دي 30 سنتي يبقى ينتهي لما يبقى 130 سنتي وقت الظهر، واضح؟ تقوم تأذن للعصر وانتهى وقت الظهر. وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد أي غير ظل الزوال، واضح الكلام؟ طيب
يبقى انت لو انت قاعد في صحراء او في حته معكش ساعه تعرف تؤدي صلواتك، حكايه سهله. والظل لغه الستر، تقول انا في ظل فلان اي ستره، وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم. الظل ده مش معناه عدم الشمس على فكره، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، والعرش ما فيهوش شمس كده برضه. يبقى الظل ده امر وجودي مش امر عدمي، فهمتني ازاي؟ ده امر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره. يعني الجنة ما فيهاش شمس مش كده، لكن يقول لك ظل ظليل، واضح؟ يبقى الظل ده امر وجودي يشعر فيه الانسان بالراحة، يخلقه الله لشعور الانسان بالراحة. جعل الشمس علامة عليه وليست سببا له، ايوه دليلا يعني علامة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يبقى بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن. والعصر، كده احنا خلصنا وقت الظهر، يبقى من اول ما تميل الشمس لجهه الغرب ويتحول ظل الزوال الى جهه الشرق نأذن للظهر، تبتدي الشمس تتحرك كل 3 دقايق بتتحرك درجه. احنا عندنا 90 درجه، كل درجه بتحتاج 3 دقايق عشان تتحركها الشمس، واخد بالك؟ كل ما تتحرك درجه تبقى مر 3 دقايق يطول الظل، يطول الظل لحد ما يبقى ظل الشيء مثل ظل الزوال، أذن للعصر. والعصر أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. يبقى أول ما يبقى ظل الشيء مثله دي نهاية وقت الظهر، زاد لحظة أذن للعصر، كويس؟ كأن نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر، عشان كده المالكية عندهم يقول لك ده وقت مشترك. الشافعي قالوا هي يعني لحظة لطيفة، لحظة لطيفة. وللعصر 5 أوقات، ما هو هيفضل بقى العصر وقته من أول ما يزيد طول ظل الشيء عن مثله وقاعد يزداد يزداد وتميل تميل تميل لحد ما تغرب الشمس انتهى وقت العصر كده برضه، عشان دخلنا في الغروب. وقت العصر يقسموا وقت الفضيلة وهو فعلها في أول الوقت، ووقت الاختيار، وأشار له المصنف بقوله وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. في الاختيار يبقى ظل الشيء مثليه، ده وقت الاختيار. لو زاد عن ظل الشيء مثليه يبقى تركت وقت الاختيار إلى وقت الجواز، وأشار له بقوله وفي الجواز إلى غروب الشمس. والرابع وقت جواز بلا كراهة، وهو من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار. الأوقات دي متداخلة على فكرة، لو أنت تلاحظ الأوقات دي متداخلة. يعني وقت الفضيلة ده واخد أول الوقت، تبتدي من أول الوقت لحد ما تأدي 8 ركعات، اللي هي 4 ركعات سنة و4 ركعات الفريضة، يبقى ده اسمه وقت الفضيلة بقدر 8 ركعات مع دخول بعد دخول وقته، فهمت؟ ده وقت الإيه؟ الفضيلة. وقت الاختيار من أول الوقت وتمده شوية لحد ظل الشيء مثليه، فهو واخد جزء منه وقت فضيلة، فهي متداخلة مش مترتبة بعضها، فهمتني ازاي؟ ده ما يخرجهاش، لأن طالما أنت مشغول بانتظار الجماعة لسه، بس طبعا ما تأخرهاش قوي، عند الأحناف يأخروها شوية،
يحب لما يصلوا لما وقت الشيء مثليه عند نهاية وقت الاختيار. ده الأحناف، البلاد الأحناف تلاقيهم يعملوا كده. إنما الشافعية والمالكية والحنابلة اللي هو العادة اللي احنا بتاعتنا دي، على قد ما يصلي 4 ركعات ويقيم الصلاة، يأذن ويصلي 4 ركعات ويقيم الصلاة. 4 ركعات معتدلة يعني 4 ركعات كده بتاع ربع ساعة، عشان تقرأ مثلا ربع على ركعتين وتسلم، وربع على ركعتين وتسلم، تلاقيها تاخد لها بتاع ربع ساعة. واضح؟ وقت الاختيار يدخل من أول الوقت لحد ما يبقى ظل الشيء مثلي، فهو شمل أيضا وقت الإيه؟ الفضيلة الأولان. وقت الجواز ياخد من الأول لحد ما تغرب الشمس، كل ده يجوز أنك تؤدي فيه الصلاة، فيشمل وقت الاختيار ووقت الفضيلة مع باقي الوقت ما بعد ظل الشيء مثلي هو الاصفرار. واضح؟ وبعدين الرابع وقت جواز بلا كراهة. ناخد بقى وقت الجواز بلا كراهة اللي هو من أول مصير الشيء ظل الشيء مثليه لحد ما تبقى الشمس مسفرة. ده وقت الجواز بلا كراهة. طيب بعد كده بقى لما تبقى مسفرة، ده بعد الاصفرار إلى غروب الشمس، يبقى جواز بكراهة. وعندنا بقى وقت التحريم، وهو تأخيرها لأن يبقى من الوقت ما لا يسعها، إنك تصلي ركعة واحدة منها تلاقي المغرب يد ملحقش تصلي الـ4 ركعات قبل غروب الشمس، هذا يبقى وقت إيه؟ تحريم. واضح؟ أيوة يا سيدي. هتبقى أداء، لكن مع الإثم، مع الاسم ان كان بغير عذر شرعي. مع وقت التحريم يعني ايه؟ يعني تقع في الحرمه ان كان بغير عذر شرعي. افرض واحد نايم راحت عليه نومه، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، يبقى هو بيصليها في وقت التحريم لكن ليس آثما لانه عنده عذر شرعي. لكن احنا بنتكلم على واحد قاعد كده، ما على حسب برضو شدة هذا الشغل، يبقى لازم يراعي هذا الأمر إنه يبقى إيه، ما يضيعش وقت الصلاة لحد وقت التحريم. إنما لو نسي، اندمج في شغل أو في نسي، يبقى برضو رفع القلم عن الناس. واضح؟ لكن هو فاكر وكل حاجة وقاعد يتلكأ 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 لحد ما بقى في باقي بقدر ركعة ويأذن المغرب، فقام على طول نقرها. كده بقى ايه؟ آثم. ليه؟ لأنه أخرها بلا عذر شرعي. أيوه اتفضل. احنا نخلي الأسئلة في الآخر ممكن؟ إيه رأيك؟ أيدها في ورقة معاك ونخلي الأسئلة في الآخر. والمغرب، المغرب سهل. المغرب وقتها غروب الشمس. يعني غروب الشمس يعني الشمس تختفي تماما تحت خط الأفق، مش يختفي نصها ولا ربعها، تختفي تماما تحت خط الأفق، يبقى كده دخل وقت المغرب وحل للصائم أن يفطر. واضح؟ والمغرب أي صلاتها، وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب، ووقتها واحد وهو غروب الشمس عند الشافعي على الجديد. يعني وقت المغرب عند الشافعي على الجديد هو من أول ما الشمس تغرب وتعد 5 ركعات، 3 فرض و2 سنة، بعد كده بقت القضاء. واضح؟ ده عند الشافعي في الجديد، ولكن الفتوى على المذهب القديم، في القديم إلى غياب الشفق الأحمر، والفتوى على القديم، ودي من ضمن المسائل الـ14 اللي فيها الفتوى على القديم. كويس؟ يبقى المغرب وقتها واحد. هم قالوا وقتها واحد ليه الإمام الشافعي في الجديد؟ لأن حديث سيدنا جبريل لما جاء يعلم النبي مواقيت الصلاة، جاءه في أول يوم في أول كل صلاة، وقت كل صلاة.
وجاءه في اليوم التالي في آخر وقت كل صلاة وقال له بين هذين وقت كويس، وفي اليومين جاله في المغرب بعد غروب الشمس، ما جالوش بعدها بلحظة. والحديث في البخاري حديث صحيح واضح، وبالتالي الإمام الشافعي قال يبقى وقت المغرب واحد هو غروب الشمس بس. لكن في حديث تاني لم يرد في الصحيح أن وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، إلى غياب الشفق، فجمعا وعلشان كده الحديث ده أخذ به في القديم، فقال لو صح هذا الحديث أقول به، وقد صح، وعلشان كده العلماء أخذوا بالرأي القديم. واضح يعني علقه الإمام الشافعي على صحة الحديث. علماء الحديث لما فندوا الروايات وجدوا أنه حديث صحيح غياب الشفق الأحمر، فأخذوا به وتركوا الفتوى بالجديد. واضح؟ لكن ده يعني يخليك ايه، انك انت تبقى حريص انك تصلي المغرب في اول وقتها خروجا من الخلاف. واضح؟ عشان كده شاع عند العوام يقول لك المغرب غريب، هو مش حديث لكنه ده حكم فقهي، يعني ايه شاع على ألسنة الناس انه غريب، يعني ايه يعني يعدي بسرعة فالحق تدركه. ووقتها واحد وهو غروب الشمس أي بجميع قرصها، لازم بجميع قرصها، لازم تبص على الأفق بحيث تجدها اختفت تماما تحت إيه سطح الأفق أو سطح البحر. كويس، في الحالة دي تفطر وتصلي المغرب، إنما باين لسه حاجب صغير منها إلى اصبر ما تصليش المغرب واصبر ما تفطرش. واضح؟ ولا يضر بقاء شعاع بعده، ما يضرش طالما الشمس كلها غطست في البحر يعني في الأفق. وأنا بقول البحر ليه؟ لأن قد تكون الأرض غير مستوية فتلاقيها اختفت ورا الجبل لكن لسه ما نزلتش، فنخلي مستوى البحر أحسن. لأن لو أرض جبلية وأنت هنا في المقطم ما بتغطس من الجبل وهي لسه الدنيا نهار مش هينفع تروح تفطر، فالعبرة طبعا بالأرض المستوية اللي هو مستوى الماء. واضح؟ وبمقدار ما يؤذن أي الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، هي ده وقتها، بقدر ما يؤذن ويتوضأ أو يتيمم ويستر عورته ويستقبل القبلة ويصلي الثلاث ركعات ويجيب بعدهم ركعتين، بعد كده خلص وقتها. ده المذهب الجديد. وبمقدار إلى آخره ساقط من بعض نسخ المتن. فإذا انقضى المقدار المذكور خرج وقتها، هذا هو القول الجديد في المذهب. والقديم ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لأن لو غاب أنت عارف أن الشمس لما تغرب يبقى في شفق أحمر احمرار في السماء كده حواليه، بعد الشفق الأحمر ده في شفق أبيض، وبعد الشفق الأبيض يجي الظلمة كده برضه، يبقى أنا عندي شفقين، شفق أحمر وشفق أبيض ثم الظلام. عندنا وقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر، يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. عند الأحناف وقت العشاء بغياب الشفق الأبيض، يعني بعد وقت العشاء عند الشافعية بحوالي تلت ساعة. يعني انت لما تشوف كده العشاء بتبدا كام في النتيجة، ده وقت الأحناف، النتيجة معمولة على وقت الأحناف. يعني انت يا شافعي ممكن تصلي العشاء قبل وقت النتيجة بربع ساعة ويبقى العشاء أداء، لأن غاب الشفق الأحمر واحنا لسه مستنين الشفق الأبيض يغيب. واضح؟ وهذا ليس عند الشافعية فقط بل عند الشافعية والمالكية والحنابلة، غياب الشفق الأحمر هو نهاية وقت المغرب ودخول وقت العشاء، والأحناف قالوا غياب الشفق الأبيض، والنتيجة عملوها على وقت الأحناف احتياطا خروجا من الخلاف، لأن أنت لو صليت بعد غياب الشفق الأبيض صحت صلاتك على كل المذاهب، مش كده برضو؟ وعلشان كده خلوها النتيجة على إيه؟ على وقت الأحناف.
واضح؟ لكن لو انت جيت من شغلك تعبان وصليت المغرب وخايف تنام هيجي عليك العشاء، يبقى استنى نص ساعة كده بعد صلاة المغرب وقوم صلي العشاء، انت شافعي بقى، ونام اصحى الفجر تبقى صليت العشاء، ما يجراش حاجة. هيقوم القطر قبل العشاء بربع ساعة، صلي العشاء قبل ما تركب القطر، انت شافعي أداء، واركب القطر ومع السلامة خلصنا العشاء. فهمت؟ يفيدك في مثل هذه الأمور. كنا مع الشيخ اسماعيل صادق العدوي مرة في صعيد مصر رحلة كده سنة 91. الشيخ اسماعيل صادق العدوي ده ملكي أبا عن جد لحد الإمام مالك، يعني ملكية ملكية قح، ما نعرفوش إلا المذهب المالكي. فكنا هنركب القطر وراجعين مصر قبل العشاء بحوالي ربع ساعة، فلو ركبنا القطر من الصعيد هنيجي بعد الفجر هتضيع علينا العشاء. فقام قال لي ايه الواحد من اللي موجودين، قوم قيم الصلاة هنصلي العشاء. واحد من الصعايدة اللي هناك قال له يا مولانا ده العشاء لسه فاضل تلت ساعة، قال له مالكش دعوة خليك انت صليه، احنا ملكية، العشاء بتاعتنا دخل وقتها، واخد بالك، وصلاها وصلينا معاه ومشينا. ليه؟ لأن هو رأيهم عند المالكية غياب الشفق الأحمر مش الأبيض، فكلامه صحيح، واخد بالك. والعشاء بكسر العين ممدود اسم لأول الظلام، وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه، وأول وقتها إذا غاب الشفق، إيه؟ عشان ده كتاب شافعي، عارف لو جبت كتاب حنفي يقول لك وأول وقتها إذا غاب الشفق الأبيض، فهمت بقى؟ لكن لو جبت كتاب شافعي مالكي حنبلي يقول لك الأحمر. وأما البلد، طب والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش إذا غاب الشفق الأحمر على فكرة، قال إذا غاب الشفق وجب وقت العشاء، قال الشفق بس. وعشان كده ابتدوا يحصل خلاف مذهب، لأن الشفق شفقين، شفق أبيض وشفق أحمر، أيهما يقصده النبي؟ اصبر عليه. الإمام أبو حنيفة قال نخليه الأبيض احتياطا للتثبت من دخول الوقت، والشافعية والمالكية والحنابلة سألوا العربي الفصيح، لأن النبي بيكلم عربي فصيح، لو جبنا عربي كده ما يعرفش لا دخل الأزهر ولا اختلط بأي حد، عربي فصيح كده قح، نقول له إذا غاب الشفق يقتل الأحمر، ما يسميش الأبيض شفق في لغته، ده بيسمي الشفق الأبيض بياض أول الليل، ما يسموش شفق. فهمت بقى؟ فرجح الشافعية والمالكية والحنابلة اللغة، فقالوا يبقى الأحمر، والنبي عربي بيكلم عرب، يعني الشفق المعهود عندكم أيها العرب، والعرب عندهم الشفق المعهود هو الأحمر. فهمت بقى؟ طريقة الفك التفكير. الإمام أبو حنيفة قال احتياطا نخليها الابيض احتياطا، فاخذ بالاحتياط، والشافعيه والمالكيه والحنابله اخذوا باللغه، واضح؟ زي القرء، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القرء يعني ايه؟ طهر ولا الحيض، لفظ مشترك. فجم الحنابله والشافعيه جعلوا الطهر هو القرء هو الطهر، والأحناب جعلوا القرء هو الحيض، واضح؟ يبقى دي تستنى ثلاث حيضات، والشافعية تنتظر ثلاث أطهار. فهمت المسألة؟ يبقى ساعات اللغة تكون سبب في الخلاف الفقهي، من ضمن أسباب الخلاف الفقهي اللغة، اتساع اللغة إنها مشترك ومجاز وتحتمل المعاني دي كلها، والحقيقة والظاهر. يبقى وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق، بعض البلاد تلاقيها نهار على طول، وبعض البلاد تلاقيها ليل على طول، فأطراف الكرة الأرضية يعني،
وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله، أم يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليه. واضح؟ يعني أقرب بلد ليهم فيها شفق بيغيب إمتى؟ بيغيب بعد المغرب بساعتين، يبقى خلاص بعد المغرب بساعتين هم يصلي العشاء. وفي وجه قال لك ناخدها بأم القرب، نشوف في مكة المسافة من المغرب للعشاء قد ايه، ويبقى يعملوا كده. ولها وقتان العشاء، لها وقتان، احدهما اختيار، واشار له المصنف بقوله واخره يمتد في الاختيار الى ثلث الليل. يبقى وقت الاختيار في العشاء الى ثلث الليل. تحسب تلت الليل ازاي؟ تشوف المغرب بيدن الساعة كام، والفجر بيدن الساعة كام، وتقسم على ثلاثة تعرف تلت الليل. يبقى احنا مثلا دلوقتي المغرب بيدن الساعة 7:15 مثلا، والفجر بيدن الساعة 3:15 مثلا. طيب من 7:15 3:15 يبقى كام؟ 7 ساعات ونص، نقسمهم على 3 عشان نجيب تلت الليل، تطلع قد ايه؟ 3 ساعات إلا تلت مثلا. طيب 3 ساعات إلا تلت احطهم على غروب الشمس، احطهم على 7:15، 3 ساعات يبقى معناها 10:09:05. يبقى معناها وقت الاختيار بالنسبة للي يمضي في العشاء ما تأخرهاش عن 9:05، وإلا يبقى فات وقت الاختيار. وفي وجه عند الشافعية إلى منتصف الليل. كويس، وجه تاني عند الشافعية مش تلت الليل، لأ ده لمنتصف الليل. يبقى نحط إيه؟ نحط قول 4 ساعات على المغرب يبقى 11 بالليل مثلا، ما تزودش عن 11 بالليل، ده منتصف الليل. مش منتصف الليل في جرينتش 12 بالليل، لا احنا عندنا منتصف الليل اللي هو عدد الساعات مناصفة بين غروب الشمس وشروق الشمس، وبين طلوع الصبح، بين صلاة الصبح. واضح؟ ايه؟ بين صلاة الصبح. يبقى وقت الاختيار آخره إلى ثلث الليل، وده الراجح في المذهب. وفي وجه تاني في المذهب إن هي إلى منتصف الليل. والثاني وقت جواز، وأشار له بقوله وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، اللي الناس العوام يقول لك العشاء ممدودة للفجر، ده قول صحيح، ممدودة أداء يعني، مع العلم بأنها وقت الاختيار انتهى عند ثلث الليل، ثم يبقى بعد ذلك وقت الجواز كأداء إلى طلوع الفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق. وأما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضا بل مستطيلا ذاهبا في السماء، ثم يزول وتعقبه ظلمة ولا يتعلق به حكم، اللي هو الفجر الكاذب. الشمس لما بتبقى تحت الأفق من جهة ايه؟ من جهة الشرق، ما هي الشمس غربت غربا كده وفضلت تلف لحد ما تطلع من ناحية الشرق. أول ما بتدي وهي لسه تحت خط الأفق بمسافة طويلة بيطلع منها شعاع ينكسر، انكسارات شعاع بسبب الغلاف الجوي، ويدي لك ضوء كده لحظي يضرب في السماء كده زي ديلة الثعلب، واخد بالك ازاي؟ يجي كده عمودي على خط الافق ويختفي، وبعديه ظلام دامس، ده يسموه الفجر الكاذب. ده لا ينبني عليه احكام، الفجر الكاذب لا يدخل فيه وقت الصلاه ولا يمنعك من الاكل لو انت ناوي تصوم، اللي هم بيأذنوا عنده الاذان الاول اللي المصريين بيعملوا مكانه التواشيح، واخد بالك ازاي؟ ده اسمه الفجر الكاذب، ده لا ينبني عليه احكام.
بعد كده تروح مقربة الشمس شوية الى خط الافق لسه ما ظهرتش، فيطلع منها شعاع تاني يقوم ايه ينعكس انعكاس يجي موازي للافق مستعرض كده ضوء كده ويختفي، هو ده الفجر بقى الحقيقي. قوم اذن وصلي الصبح، خدت بالك؟ يبقى الفجر الصادق مستعرض والفجر الكاذب مستطيل عمودي على الايه على الافق، والفجر الصادق موازي للافق. كل ده اللي عايش في الصحراء طبعا يشوف الحاجات دي، احنا طبعا عايشين جوه صناديق ما بنشوفش الحاجات دي ومحرومين من نظر للسماء. وذكر الشيخ ابو حامد ان للعشاء وقت كراهه وهو ما بين الفجرين، بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ده وقت كراهه انك يكره انك تاخرها لهذا الوقت يعني. والامام الغزالي من اصحاب الوجوه في المذهب، في مذهب الشافعيه يعني من مجتهدي المذهب. والصبح اي صلاته وهو لغه اول النهار، وسميت الصلاة بذلك لفعلها في أوله، ولها كالعصر خمسة أوقات، أحدها وقت الفضيلة وهو أول الوقت، أول الوقت اللي هو زي ما قلت لك الفجر الصادق اللي يجي بمحاذاة الأفق اللي هو النتيجة بتاعتك، النتيجة عندك تشوفها يقول لك صلاة الفجر تبدأ الساعة كذا، هي دي بقى ده الفجر الصادق. الثاني وقت الاختيار، وذكره المصنف في قوله وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار، لما النهار يشأشأ لكن الشمس لسه ما طلعتش يسموه الإسفار، ده وقت إيه؟ وقت الاختيار، وهو وقت الفضيلة عند الأحناف. الأحناف يحبوا يصلوا في الوادي ده. والثالث لأن خدوا برواية أن النبي أسفر بالصبح، في روايات صحيحة كده النبي أسفر بالصبح، فخدوا بهذه الروايات وجعلوا هي الأفضل. والشافعية قالوا أسفر بالصبح أي انتهى من صلاته عند الإسفار وبدأ في الظلمة لأنه أطال القراءة، الشافعية فهموها بطريقة غير الأحناف، واضح؟ خصوصا أنهم خدوا برواية أن النساء كنا ينصرفن من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن لا يعرفن من أثر الغلس، والحديث في الموطأ وفي البخاري، فدل على أنهم كانوا بيصلوا في الظلمة وينصرفن في الظلمة، واضح؟ فيبقى الشافعية عندهم صلاة الصبح في أول وقتها وقت الظلمة هو الأفضل، والإسفار ده وقت اختيار. والثالث وقت الجواز، وأشار له المصنف بقوله وفي الجواز أي بكراهة إلى طلوع الشمس، بحيث ينتهي من الصلاة السلام عليكم يلاقي الشمس بدأت تظهر مش اكتمل طلوعها، بدأت تظهر. والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، ما هو قبل ما الشمس تطلع حواليها شفق أحمر لسه، فتلاقي عند الشروق برضو يبتدي يحصل لك حمار كده في الأفق، دليل إن الشمس قربت اللي هو الشفق الأحمر، ما هو في الشروق عكس الغروب، في الشروق تلاقي يظهر الأول الشفق الأبيض اللي هو الإسفار، وبعدين تظهر بعد كده الأحمر اللي هي الحمرة، ثم تظهر الشمس، ده في الشروق، في الغروب العكس. والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، والخامس وقت تحريم وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها، واضح؟ ونقف على فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة المرة الجاية إن شاء الله. إيه السؤال اللي كنت عايز تسأله؟ شفت بقى الصبر جميل، عشان كده كانوا مشايخنا يقولوا لنا تصبر للآخر ربما يجاب. أيوه حاضر اتفضل. إيه؟ تحريم يعني حرام، يعني يأثم انه ضيعها.
لا يصلي ايه؟ لا مش معنى انك انت لو وفات وقت الصلاة ان انا اخرها ازيد، ما انت كده هيبقى التأخير ازيد، يبقى وقعت متلبس بحرام اكتر. يعني واحد اخرها عن وقتها بعد وقتها بساعة اخف من اللي اخرها عن بعد وقتها بساعتين، شين فهم؟ علشان تبقى متلبس بتحريم مدة طويلة، وده غلط، لازم تبرئ ذمتك. ايوه عايزين نعرف الاخر يعني القبله هتيجي هتيجي هتيجي، مش احنا هنقول من شروط صحه الصلاه قبلها استقبال القبله؟ هيجي لك في الاجتهاد بقى ان شاء الله، صبر جميل هيجي لك. في بعض الابراج العاليه فرق توقيت بينها وبين خط الارض. لا 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 سيبك من كلامنا، اسمعش الكلام ده، العبرة العبرة انت في الارض حتى لو ارتفعت، ما لهمش دعوة يصلوها بقى، لان العبرة انك انت تبقى على الارض. ممكن تبقى خلاف مذهبي بس انا رأيي كده، رأيي ان هي العبرة بنظر اللي على سطح الارض مش بنظر اللي مرتفع، لان احنا قلنا ايه؟ العبرة بالواقع وليس في نفس الامر، فنرجع للواقع مش في نفس الامر. البلد الطياره فوق القاهره، انت شايف الشمس لانك الطياره عاليه، لكن انت فوق القاهره، اهل القاهره عملوا ايه تحت؟ افطر افطر معاه، لان العبره ايه؟ في الواقع وليس في نفس الامر كده برضه؟ لا المغرب بس، العشاء بس، العشاء الصبح الصبح كله كله. طب وقت الفجر بتاع الاحناف هو وقت الفجر بتاع كل الناس، احنا بنتكلم وقت اقامه الصلاه بقى. الاحناف ياخروا يقعدوا ساعه الا ربع بعد الاذان على ما يقيم الصلاه، يقعد ساعه الا ربع. والله ده حلو، ليه بقى؟ اللي يروح عليه نومه يطلع على مسجد الاحناف يلحقهم، واخد بالك؟ حلوه، يستر الناس اللي راحت عليهم نومه. احنا كان عندنا مسجد الشرعيه في المانيال اللي هو جنب سينما السينيوريتا كده، في مسجد اسمه الشرعيه، انا كنت ساكن في المانيال 25 سنه، كنت ساعات اصحى مثلا يكون الفجر جدا بقاله ثلثين ساعه او ساعه الا ربع، يعني على ما اتوضى هلاقي الجوامع قفلت، صلوا قفلوها كمان ومشي، اروح على جامع الشرعيه الاقيهم لسه قاعدين بيفكروا يقيموا ولا مش هيقيموا. فكان عاجبني قوي الجامع ده، اول ما ايه الاقي الجوامع كلها طلعت خلصت صلاه اخد العربيه واطير على الشرعيه. قال لهم لسه يمكن اللي حقيم الصلاه لسه طالع من الميضه، يعني عالم اخر رواق. دكتور اوقات العصر ها؟ اقراها انت لو لقيت فيها اي حاجه شاور عليها وننجح، لان دي لو خدنا عليها تعليق هنقعد فيها ثلاث ساعات. فانت اقراها كده. على اساس الفقهاء اختاروها على ان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب الاعم في اغلب احواله ما اخرهاش عن وقت الاختيار في اغلب احواله، يعني لم يصلي العصر في الاسفار اصلا، فجعلوا الاسفار ده وقت كراهه لان النبي ما فعلوش، خد بالك بس غالب فعل النبي. ايوه يعني افرض انت في القمر، في القمر في اعلى من القمر بقى وهتصوم، هتعمل ايه؟ هتصوم على صيام اهل الارض، واخد بالك؟ لان ليل القمر ونهاره مختلف تماما عن ليل القمر ونهار ليل الارض ونهار، وانت متعبد بكوكب الارض مش بكوكب القمر. يعني لو سكنت في المريخ لازم تاخد معاك جزء من تراب الارض عشان لو فقدت الماء تتيمم به، مش بتراب المريخ، لان صعيدا طيبا بتراب الارض كوكب الارض، فانت متعبد به، واضح؟ فدي احكام تعرف. عشان كده كل ده قالها لك الشيخ ببساطة، العبرة في واقع الامر وليس في نفس الامر، في فرق بين الواقع. ها؟
موجوده موجوده ماليش دعوه، لكن العبره باهل الارض اخبرهم ايه ليل قليل وانا عندهم اصلي. خدت بالك؟ والله تعالى اعلى واعلم. ما احنا قلنا ان هو هيسال اقرب بلد، اقرب بلد بيغرب فيها الشمس امتى ويصلي على توقيتها، او مذهب اخر يمشي على توقيت ام القرى مكه يفطر ويصوم والشمس طلعت. هيصبر لحد ما يتثبت. واخد بالك؟ ما هو امبارح برضه ما معهوش ساعة. ده هو كل ساعته هي السماء. ما انا بقى ما هو بيتكلم على كده. ثاني لا لا سمعت. أدركه أداء بس مع الحرمة. أدركه أداء لكن مع الإثم إن كان بغير عذر شرعي. لأنه أخرها بحيث إن ما استلاش الصلاة كلها في وقتها. تكون أداء من حيث أنها ليست قضاء. واخد بالك؟ من أدرك من الصبح ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. واضح؟ لكن علامات المنافق إيه؟ إن ينتظر قبل غروبها ينقر الأرض أربع ركعات، فدي حركات المنافقين. واخد بالك؟ ولا شك أن فعل المنافق محرم. الأداء إنك أنت تدرك من الصلاة ركعة كاملة قبل دخول وقت التي تليها، تبقى دي اسمها أداء. أيوة، لأن هنا حرام لتأخير الوقت، والقضاء يبقى حرام لتأخير الوقت وحرام لصلاة الصلاة في غير وقته، يبقى ارتكب محرمين. إنما اللي أدرك منها ركعة ارتكب محرم واحد وهو تأخيرها وليس إيه تضيعها. فاللي ضيعها يحرم عليه إنه ضيعها، ويحرم عليه كمان، واخد بالك ازاي، ان هو صلاها قضاء في غير وقته. واضح؟ بس كل الحكايه طالما ما في عذر، ما فيش عذر شرعي. الاعذار الشرعيه النسيان، الاعذار الشرعيه ان يكون مسافر، الاعذار الشرعيه ان يكون نائم. واخد بالك؟ ركعه كامله ولا يلحق فيها وجهان. في وجه يقول لك بالسجدتين، وفي وجه يقول لك ادرك الركعه بادراك الركوع، والراجح ان هو بس ركعه كامله بالسجدتين. خدت بالك؟ لكن فيها وجهان. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.